اكتر. اكيد هم مع السينما دي في النهايه ايه؟ فن وصناعه وتجاره، ثلاث حاجات. فاهماني؟ فلا انت كده بتحول السينما لتجاره. ما هو عيب ان السينما تبقى تجاره؟ دي ميزه مش عيب. المفروض تبقى صناعه. يعني انت دلوقتي قاعده دلوقتي، ما انت قاعده بتجري دلوقتي، خدي بالك. انت دلوقتي قاعده جنب معايا. انا بصنع. انت قاعداني دلوقتي قدامك عشان بتساليني عشان ايه؟ البرنامج عشان بتاعي. انا بصنع. خلينا اكمل كلامي. انت بتقاطعيني، مش قلت لك ما تقاطعينيش؟ ما انت حضرتك بتدلل التحقيقات. انا لسه عايز ارد عليك. انت مش عايز. دي اجابات كده مباشره. انت مش عايزه تفهمي للاخر. طب انت دلوقتي قاعده وبتجري بيا، لو ما فيش اعلانات للمنتج اللي بيملك البرنامج ده، انت ايه ده اللي بتجري بيك؟ مش هيجيبك شغالك. انت ايه دليلك اني بتاجر بيك؟ ايه ده؟ انا بصنع. انا بيك. بصنع برنامج. انا بصنع حضرتك جزء. اسهل حاجه في الدنيا حلقه أسهل. من صناعه برنامج. اسهل حاجه في الدنيا صناعه البرنامج. اصعب حاجه ان انت تصنع فيلم. احنا ما بنقولش السهوله والصعوبه، احنا بنقول ان السينما دي فن راقي جدا. اكيد. بنحولها ازاي لتجاره؟ لان السينما فن وصناعه وتجاره، لولا التجاره دي مش عارف اعمل الفن. السينما اللي بيقدمها محمد السبكي فيها فن اكتر ولا تجاره اكتر؟ كل المواصفات فيها الفن، خلطه يعني، وفيها الصناعه وفيها التجاره. لو مفيش تجاره مش هيبقى فيه لا فن ولا صناعه. لان انا كمنتج لو انتجت فيلم وما بيجيبش فلوس مش هنتج بعد كده.